كما اندلعت أيضا مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة رام الله والبير، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات. المزيد في تقرير زين صندوقة. كما بدأوا بهبتهم الشعبية بنفس الهمة تجهزوا لمواجهة مع الاحتلال تفجر جمعة غضب، احتشدوا وأدوا صلاة الظهر وانطلقوا بعدها بمسيرة من مسجد جمال عبد الناصر إلى نقطة تماس بيت إيل في هبة اللا عودة إلا وقد تحرر كل من القدس والأقصى. تحولت إلى حالة، إلى ظاهرة الآن بالحياة الفلسطينية، تصعد وتخبو لكنها مستمرة ومتواصلة، وأعتقد ما هو المطلوب الآن لإدامتها المضي فيها قدما باتجاه الاستمرار والتصاعد وتشكيل قيادة موحدة تبني وقائع جديدة في معادلة العلاقة مع الاحتلال، بمعنى وقف الاستيطان، وقف الأسرى، لوقف التهويد. وهناك ولدى وصولهم وضعوا اللثام وأشعلوا الإطارات واستعدوا بزناد المقلعة، مقلعة الحجر، تقدموا باتجاه الطرف الآخر حيث الجبات العسكرية الإسرائيلية والتي سارعت قواتها إلى إغراقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الذي أصاب العشرات بجروح وحالات اختناق. واحتدمت المواجهات أكثر عند نزول مستوطني بيت إيل برشاشاتهم الM16. كنا بنحارب بس مشان فلسطين ومشان المسجد الأقصى، وبنحب نوصل لهم رسالة، اللي بفكر إنه المواجهات اللي بتصير إنها زوبعة وراح تعدي مش راح تعدي، إحنا رايحين نكمل الطريق اللي بلديناه لحديث ما تتحرر فلسطين وتحرر المسجد الأقصى. بلشنا بسكين، وبالانتفاضة الأولى بلشت بحجر وهي سكين، وأخرى شوي راح نتطور ورايحين يصير المواجهات أكبر من هيك. وجيل اليوم مش راح يسكت، لأنه إحنا جيل مثل ما بيحكوها، إحنا جيل لا نهاب الموت، إحنا جيل انخلقنا بس لنحرر الأقصى. 53 شهيدا، أكثر من 7500 جريح، ونحو 1300 أسير، حصيلة الانتفاضة الثالثة مع وقف التنفيذ. لا رجعة عن انتفاضة الحق المسلوب حتى يسترجع، ولا رجعة إلى دور الشيطان الأخرس عما يجري في المسجد الأقصى، وأي يد تدنسه ستقطع. رسائل تصوبها حجارة المقاومة وتقنص بها بارودة المحتل وتقول لها إننا صامدون، متواصلون، مستمرون حتى تستسلم أنت وعن فلسطين ترحل. من منطقة البيرة زينة صندوقة.